والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاحظون أن كثيراً من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى من ذلك. لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية وعدم التهاون في اتخاذ كافة الاحترازات التي تكفل بإذن الله مواجهته والتصدي له. الأخوة والأخوات، لقد رصدنا وللأسف خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاع مستمر في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية، وهذا أمر خطير ولا نرغب في حدوث تفشيات مرة أخرى لا قدر الله. إن الالتزام والتعاون مننا جميعاً يساهم في دعم الجهود التي نقوم بها في كافة قطاعات الدولة للتصدي لهذه الجائحة، وبلا شك فإن عدم الالتزام سوف يجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع. أحبتي، من القلب أتحدث لكم وأجدها فرصة أن أرجو من الجميع المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا، وما كان ذلك ليتحقق إلا بفضل الله ثم بالتزامكم وبدعم متواصل وبذل سخي من قيادة حكيمة جعلت صحة المواطن وسلامته أولاً وقبل كل شيء. الإخوة والأخوات، نحن في المملكة لسنا بعيدين عما يحصل في الدول الأخرى، وقد يحدث لدينا لا سمح الله مثل ما حدث في كثير من الدول من تفشي للفيروس وانهيار للنظام الصحي وعدم توفر الخدمة الصحية. أصارحكم القول أن هذه الفترة صعبة جداً، ويتحتم علينا جميعاً أن نتعامل بجدية مع مستجدات الجائحة، وأن نحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية، وبالأخص لبس الكمامة، التباعد الاجتماعي، نظافة اليدين، وعدم المصافحة، والتي جميعها تساهم بإذن الله وبشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع. حفظ الله الجميع وأدام عليكم نعمة الصحة والعافية.